وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة العقيد عادل الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. نرحب بك في نشرة الثالثة، وبداية كيف تقيم انسيابية الحركة المرورية اليوم في مختلف المحافظات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة يوم أمس؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة بس احنا ننتهز الفرصة لنبارك مملكة البحرين بطول هذه الأمطار، إن شاء الله أمطار خير. ولكن هناك تقييم للحركة المرورية في لحظة ما طبعا بدأ هذا المطر المبارك على مملكة البحرين، أن صار تعطيل في الحركة المرورية من خلال الشوارع الرئيسية، من خلال الشوارع المحيطة والقريبة بالمحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية، ولكن المحافظة والعاصمة أيضا. أما للمحافظة المحرق هناك الحركة في انسيابيتها الطبيعية. استمرت تعطيل الحركة المرورية أو إرباك في الحركة المرورية من خلال هذه التجمعات الأمطار الموجودة من الساعة تقريبا 12:35 مساء أمس إلى الساعة تقريبا 7 أو 8 مساء، ولكن ولله الحمد بتضافر الجهود الجهات المعنية تم طبعا فتح جميع الشوارع وتم ورجع انسيابية الحركة المرورية خلال هذه الفترة اللي تقريبا في الساعة 10 مساء. نعم، ما هي أبرز النصائح للمواطنين والمقيمين في ظل حالة الطقس غير المستقرة؟ طبعا احنا نوجه وننصح السائقين فترة هطول الأمطار لابد من أنك تقير طبعا قيادتك للمركبة في أثناء هذه الأجواء الممطرة، وإحنا مقبلين على هذه الأجواء. التأكد من مساحات المركبات، تأكد من فرامل المركبة، الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، ترك مسافة أمان، وإن شاء الله يعني هذه أمور تؤدي إلى طبعا التزام السائق أو نقول توفير السلامة المرورية في هذه الفترة. نعم، العقيد عادل الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.